انا شكلي كده قريب قوي هتقدم بطلب عاجل لاحمد نظيف يعمل صومعه زي دي في مجلس الوزراء. طب وعلى ايه اللفه دي يا باشا؟ ما يشرفنا هنا. على رايك. انما انا سعاده الباشا حاسس ان انا قلقان اليومين دول على سعادتك في الحزب والحاجات دي. من ناحيه ايه بقى؟ الشله ياها يعني اللي اتلمت على الباشا الصغير وبداوا بقى يتقطقوا كده. يعني القوالب نامت والرصاص قامت عدم المؤاخذه. ما تخافش عليا يا سيد، انا عامل حسابي كويس قوي. ربنا يبارك فيك يا سعاده الباشا. اسمع يا سيد، انا عايزك تتقل جيبك كويس قوي. في منجم ذهب قديم من ايام الفراعنه لسه بخيره وهيتعرض قريب قوي. انا عايزك تاخده عشان اللعب بقى يبقى على مستوى دولي. الله 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 عليك يا ابو الذهب يا باشا يا جميل، انت ربنا يخليك لينا. يا سيد ايه ده؟ ده انا سامع صوت الحاج جاد، الظاهر عامل لنا مفاجاه ولا ايه؟ انا قلت له يجي يسهر معانا الليله دي. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. اهلا يا جاد. اهلا مع الوزير. ازيك يا جاد؟ ربنا يطمن عليك. ازاي عليك؟ اهلا اهلا يا حاج جاد، منور الدنيا. منور الدنيا ده سيادتك اللي منور، القعده منوره باصحابها. ربنا يبارك فيك. طمني، مش مبسوط ليه بقى يا جاد؟ لا سعاده الباشا ملوش لازمه تفتح معاه مواضيع، كفايه اللي هو فيه. لا حاج سيد، ياما دقت على الراس طبول. انتوا بتتكلموا على ايه يا سيد؟ ملوش لازمه يا باشا، مفيش داعي اقلب عليه المواجع. حاج سيد نسوان كتير بس فين النفس؟ بس كان نفسي بقى في الحقيقه يعني انا اختم حياتي بماتش اعتزال يكسر الدنيا، بس واضح كده ان انا هفضل قاعد على الدكه. انت على الدكه على طول يا حاج؟